وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: توفي رجل بعد صلاة العصر قريبا من صلاة المغرب، هل يصلي عليه أم ينتظر أن يصلي عليه بعد صلاة المغرب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقب بن عامر قال: ثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا: حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تتوسط الشمس كبد السماء حتى تميل، يعني اللي هو قبل أذان الظهر بعشر دقائق هو الوقت وقت النهي، لحد ما يأذن الظهر فيصلي عليه بعد صلاة الظهر، وحينما تتضيف الشمس الغرب حتى تغرب اللي هو قبل المغرب بثلث ساعة، كما هو في سؤال السائل الآن أنه مات قريبا من صلاة من أذان المغرب حتى تغرب، إذا غربت الناس أذنوا وصلوا المغرب يصلوا بعدين الجنازة. والوقت الثالث حينما تشرق الشمس حتى ترتفع، لأن هذه كلها الأوقات في أوقات نهي، هذا وقت تسجر فيه جهنم، والوقتان الآخران يسجد فيها للشمس من عبادتها عياذا بالله. نسأل الله العافية والسلامة ونميتنا على لا إله إلا الله وعليه، فينتظر حتى تغرب الشمس ويؤذن للمغرب ويصل المغرب، ثم ذلك يدفن موتاهم. رحمة الله على كل ميت، وأسأل الله أن يميتنا جميعا على لا إله إلا الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.